السمع جاء مفرد، والأبصار والأفئدة جمعت، لأن السمع مصدر، والمصدر عند العرب لا يجمع، والأبصار والأفئدة أسماء، والأسماء تجمع. هذه واحد قدم السمع على البصر، لأن الإنسان أول ما أول وظيفة تعمل عنده هي السمع. المولود يسمع قبل أن يبصر، والعلم الحديث يقول الجنين أول وظيفة تعمل عند الجنين هي السمع في الشهر الخامس. عجيب. السمع من كل جهة ممكن تعمل، لكن البصر حركتها محدودة. إذا أريد أن أبصر لا أستطيع إلا أن أبصر في هذه فيما هو أمامي ضمن حيز الزاوية لهذا العين. أما السمع، السمع أسمع من خلفي ومن أمامي وعن شمالي وعن يساري ومن فوقي ومن تحتي من الجهات الست. سبحان الله، عجيب. إذا كان هذا، لماذا الأفئدة تأخرت؟ الأفئدة مقصود العقل، العقل، العقل القلبي المرتبط بالدماغ، وهذا هو محل التعقل، والتعقل يكون بعد السمع وبعد البصر. رغم كل هذه النعم، القرآن الكريم يقول قليلا ما تشكرون. كل هذا الكرم الإلهي، كل هذا العطاء، كل هذه العظمة في الخلق، والإنسان قليلا ما يشكر. كأنه عتب إلهي على العبد، على الإنسان خصوصا، لماذا لا تشكر ربك وقد أنعم عليك بكل هذه النعم. ونختم درسنا اليوم بشيء، الذي يقرأ هذه الآيات معنا، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. القائلون بنظرية التطور غير المسلمين، هي خرجت من غير المسلمين، ما نعتب عليهم، ليس لنا عتب عليهم، هم غير مؤمنين، لكن المؤمن الذي يقرأ القرآن ويقرأ قصة خلق الإنسان وخلق الخلق كله بهذا التسلسل الدقيق، بهذا الوصف القرآني، القرآن يأتي بثم 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 بهذا الترتيب، القضية بهذا الترتيب، كيف يعني هذا المؤمن يقبل على نفسه أن يسلم لفكرة ولدت عند قوم كافرين غير مؤمنين وهو يقرأ القرآن بهذا النص الدقيق في قصة خلق الإنسان سبحانه. ولذلك نحن نقول إن كان مؤمنا غافلا نحن نعتب عليه، نعتب عليه، وإن كان هواه وراء الغرب فهذا شيء يخصه، ما لنا علاقة بمثله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ولذلك لا يمكن أن نسلم بشيء اسمه نظرية التطور، ما نؤمن إلا بالقرآن الكريم، ولا نسلم إلا بالقرآن الكريم، وكل شيء عندنا متغير والثابت هو القرآن الكريم. وما أوحى القرآن إليه إن هو إلا وحي يوحى، رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. لذلك ليس من اللائق على المسلمين أن يكونوا ببغاوات، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على هذه الأمة
يتبعون سنن الذين سنن اليهود والنصارى. قال صلى الله عليه وسلم: حذو القذة بالقذة، حذو النعال بالنعال، حذو القدم بالقدم، في كل شيء لا يليق. لذلك نحن ما نؤمن بهذه النظرية، لأنها تعارض منطوق القرآن الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. عظيمة تنتظركم، ارجعوا إليها واختموها بدين صحيح وعقيدة نقية.